هذا يسأل عن الصلاة خلف الإمام الذي يحلق لحيته. إذا وجدت إماما مستقيما لا يحلق لحيته ولا تظهر عليه المعاصي فصلي وراءه، إذا لم تجد فصلي وراء الإمام ولو كان يحلق لحيته، ولا تترك صلاة الجماعة، لا تترك صلاة الجماعة. إن وجدت جماعة خلف إمام مستقيم اذهب إليهم، إذا لم تجد ودار الأمر بين كونك تصلي منفردا أو تصلي خلف هذا الإمام فصلي وراءه، لأن الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة.